انا عايز اعرف ده رايح فين. شوف مدينة نصر، واخد بالك ليه بقى؟ عشان جايلي الواجهة كلها بالانجليزي، واخد بالك؟ فانا جايب التليفون التاني اللي انا عامل عليه برنامج عشان اعرف الانجليزي، وده تليفون اوبر اللي انا ماسكه الناحية التانية، واخد بالك؟ فهعمل ايه طيب؟ اول ما تجيلي الرحلة عشان عندي كله انجليزي. مكتوب ايه؟ شارع الجامعة الأمريكية القاهرة الجديدة. هعمل ايه طيب؟ ما انا ما يعني ده انجليزي او انجليزي اهو، او مقرب كده اهو شايفه عربي، هعمل ايه طيب؟ في كاميرا، مش على الكاميرا. بص الكاميرا هتجيب لي ايه؟ المربع اللي في النص ده هوجه الكاميرا على النص فيه، يعني مثلا بصوا كده اهو بالعربي اهو: اختبارات هندسة خصائص المجاميع. لو انا شلت رحت راجع تاني، بص بالانجليزي اهي، اهي ترجمة اهي، تمام كده.